بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو أنا كان عندي رو في سمول 7 وسمول 5، المجموع بتاعي بيكون عبارة عن 12. في البريفيو بتاعي أنا كده سمول على الموبايل، أدي 7 ها وأدي 5. مهما أنا لو كبرت ما في أي مشاكل لأن هو موبايل فيرست، فأنا ما غيرتش. الخاصية اللي راح نتكلم عنها يا جماعة كانت جزء من الجريد سيستم، من 960 جريد سيستم. كانت عباره عن كيوردات جميله اسمها بول وبوش. انت عايز تعمل شيفتنج للرو للاعمده ديت يا جماعه. شيفتنج يعني بتبدل، بتخلي ده يجي مكان ده وده يجي مكان ده، او بمعنى ادق بتحاول تزج حد عشان يجي مكان حد، وبتحاول تسحب حد من مكانه عشان يجي مكان التاني. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طيب جميل، خليني اقول اني انا عندي سمول 7، تمام؟ رايت. انا عايز ميديم داش المفروض 5 مثلا. يعني لو انا قلت انا البريك بوينت بتاعي اللي هو في السمول عبارة عن 7 وفي الميديم 5، مش هلاحظ فرق جامد يعني، فاهمني يا جماعة؟ طب خليني نكمل للنهاية. انا هاخد الخمسة ديت بيكابي واحطها هنا، وطبعا انا ناقصني كام يا جماعة؟ انا ناقصني من الخمسة اللي فوق ناقصني 7. لو عملت كنترول اس ولو انا عملت ريلود يا جماعة هيحصل حاجة. اضيف السمول ديت 7 ودي 5، لان انا عملت ريفريش مش مشاكل. عندي البريك بوينت بتاعي الوضع هيتغير، هلاقي اني دي بقت 5 لان ديت ميديم والتانيه بقت 7. جميل. ايه رايك بقى لو انت تروح تقول لي هنا، هتقول بوش عندي الميديم بقى، تمام؟ هتقول لي ميديم داس بوش، هتحاول تزجها ولنفرض يا جماعة 5، رايت؟ اوكي، خلوني طيب اشيل الميديم ديت دلوقتي، واقول بص بقى، واشيل الميديم ديت خالص، تمام؟ وعايز اقول ايه؟ انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك والله لما في حالة ان انا موجود في الميديم، زج لي السبعة دي 5 من مكان وجودها، انت هتحاول تعمل لها بوش، هتزجها، فاهمني؟ طيب ماشي اوكي. المفروض على الناحيه التانيه تبقى القيمه المناظر ليها القيمه بول، تمام؟ خلوني انسخ الكلام ده هو مره تاني، واخده بكنترول سي واحطه هناك. بس انا هغير الخمسه، المفروض انها تكون طبعا 7، الكومبوننت المكمل ليها والبول والبوش ديت المفروض انها تكون عباره عن بول. فانا كده عملت شيفتنج يا جماعه، نشوف كده اللي حصل. ادي بريفريش، لكن الموضوع اتغير. هي فين سكسس؟ سكسس بقت التانية ديت اللي هي الميديم التاني، هي بقت الأولى ليه؟ لأن أنا موجود في ميديم. طيب إيه القصة؟ خلوني نصغر كده. كده أنا موجود في السمول، منطقي الكلام وبسيط وتقريبا ما فيهوش حاجة. أنا في السمول، إيه في السمول؟ إيه لو أنت في السمول خلي لي دي 7، بدليل أدي 7 أهي، وخلي لي السمول 5، أدي 5 أهي. طب أوكي، لما تيجي تكبر شوية وتوصل للميديم، إيه اللي هيحصل؟ في الميديم بقى لو كبرت للميديم، زج لي السبع، اعمل لي بوش للسبعه دي 5، لخمس اعمده. طب هي السبعه كانت فين يا جماعه؟ السبعه اهي، متفقين؟ طب ماشي، خلونا نكبرها كده شويه عشان نشوف الجريتس. يعني السبعه كانت موجوده المفروض، فين السبعه كانت؟ اهو. انت عايز تعمل لها ايه؟ بيقول لي انت هتحاول تزجها على 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 5 اعمده. فده اللي هيعمل لك ليها الشيفتنج. حاول كده تمسكها وتزجها على 5 اعمده، هيحصل فيها ايه؟ عد معايا عدد الاعمده. هي كانت موجوده المفروض مكان وجودها كان عباره عن هنا، فانت هتزجها. عد معايا 1 2 3 4 5، ده العمود الخامس، فهتظهر من اول السادس، فهي اتزجت في 5 اعمده. في حين ان الثانيه اللي هي السكسس ديت واخده بول 7 من مكان وجودها، هتتسحب ل7 اعمده من مكان وجودها. طب هي مكان وجودها كان فين؟ مكان وجودها كان هنا. طب عد لي اسحبها كده 7 اعمده. طيب اوكي، انت عايز تسحبها، ادي مكان وجودها اهو، فنعد معاك كده، دي 1 2 3 4 5 6، ده العمود السابع، يبقى المفروض تكون موجوده في الحته دي، اقولها كان هنا. بدليل نشوف، خلينا نشوف كده الكلام ده. حتى لو كبرتها وجيت تسحب، ادي 1 2 3 4 5 6 7، هتلاقيها موجوده في العمود الثامن او في الخانه الثامنه. فديت اتسحبت 8 خانات من مكان وجودها الاساسي، وديت اتزجت 5 خانات من مكان وجودها الاساسي، فحصل لي مساله الشيفتنج او مساله التبديل
اذا انت كنت عايز القصه دي فده من باب التأصيل اللي عندك، وانت كده عندك الفكره العامه لسيرها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.